على عدد كبير من التعاقدات وهرجع لده، لكن خلينا نتكلم شويه على الاخفاقات. يعني النجاح في التعاقد مع احمد قندوسي، جماهير الاهلي كانت شايفاها صفقه رائعه، وانا ما زلت عند رايي ان قندوسي واحد من افضل اللاعبين، وجهه نظري انا الشخصيه، ويكفي انه موجود في المنتخب الجزائري لكنه وجهات نظر فنيه. التعامل مع قضيه قندوسي شفته عامل ازاي؟ شفت الموضوع كان حصل بشفافيه كامله، حصل تحقيق من النادي الاهلي، تم اعلان نتائج التحقيق على مرأى ومسمع لكل الناس. امير لحد النهارده هو مدير تنفيذي شركه الكوره. لا خلاص سيبنا من امير، انا لا بتكلم انا بس يا كابتن مصمم اقول دي لسبب، انه ما ينفعش نحط بقى اسم امير في جمله مفيده بعد نتيجه تحقيق رسمي لا طلع لا من احنا النادي خلاص، الاهلي. ما احنا يعني انا قلت لك ما كانش يقعد بالظبط حتى عادي بالظبط. وعامل في النادي الاهلي. ف نعم يعني انا مش ماليش ان انا اقول رايي او حكمي في نتيجه التحقيق، لاني في الاخر مهام مكاني كعضو نعم، مجلس اداره شركه الكوره بس بره الاهلي نشاطي. اتعامل بشكل 100% مؤسسي محترف، بشكل قانوني طبعا بشكل احترافي في هذا 100% الامر. طب 100%. خلينا نروح لحته تانية. الوقت كده من الاوقات جماهير الاهلي خلاص بدات تحتفي وتحتفل على السوشيال ميديا بضم زين الدين بالعيد، وانه خلاص الموضوع انتهى تماما، واقتراب انضمام محمد بن رمضان. ماذا حدث؟ يا ريت تقول لي المعلومه اللي الناس عايزه تعرفها. ببساطة شديدة جدا زين الدين بالعيد أعلن إن رغبته ووجهته الجاية لبلجيكا، هو دي كانت رغبة بعد ما كان اللاعب. تم الاتفاق مع النادي الاهلي. يعني كنا قربنا، بس دي كانت رغبته النهائية. محمد رمضان. بن رمضان كان حصل اختلاف في الحتة المالية، كان الطلب مغالى فيه من وجهة نظرنا، من وخلي بالك النادي. من النادي بتاعه، واحنا كنا حاطين رقم كبير عشان بس بعض الناس تقول لك اصل هم مش عاوزين، عديتوا الاتنين مليون فعلا؟ مش عاوز اقول ارقام، بس يعني كنا في الحته دي، نعم. وكان رقم اكبر من كده، وطبعا بعمله اجنبيه، فكانت الدنيا، وكان كمان مطلوب الفلوس تدفع كاش مش بقسط. كاش، فكانت المبلغ الدنيا كله كاش. فكانت الدنيا بعيده. عشان كده انا بقول لك اللي بيحمل امير اخفاق او الاداره اخفاق، دي عمليه تفاوض وارد جدا جدا جدا، نعم، وانت تبقى عنده سقف طلباتها هو. بيه. بس نعم، الموضوع يعني بالبساطه دي، يعني بعد حلقة إمام عاشور ناس كتير كتبت قالوا الناس تشكر إمام أمير توفيق، يعني هذا بالظبط. الموقف قدام الجميع، وإنه إمام يعني أكد إنه أمير اللي بدأ التفاوض، طبعا بضوء أخضر من النادي الأهلي مش أكيد عايزة كلام يعني. لكنه هل ما زال محمد رمضان في الحسبان؟ وهقول لك بقى معلومة أول مرة أقولها للسادة المشاهدين، يعني لما كنت بطلع أقول إن محمد بن رمضان مش موجود كنت واخدها من مسؤول مهم جدا في النادي الأهلي، قال الطلبات مغالى جدا 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 فيها، واحنا اجتهدنا بكل الطرق، لكنه كل ما نوصل خلاص انه هيوقع تحصل مشكله وما يوقعش، فبقى الامر مع محمد بن رمضان صعب. هل تجددت المفاوضات مره اخرى مع محمد بن لا رمضان؟ لا لا لم برضه تكن. عاوز اوضح حاجه يا كابتن، اتفضل. انه في الوقت الحالي شركه الكره بره نطاق التعاقدات التعاقدات تماما تمام. بس تماما، دي اخر معلومات دي عندك اخر يعني. معلومات عندي، لكن الوقت الحالي اللي احنا فيه احنا بره هذا الملف تماما.